السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد مشاهدة تصحيح الفرض الجهوي لمادة اللغة الفرنسية علوم اليوم، تم تصحيح وتأكيد المعلومات التي تم تنزيلها في الفيديو. التصحيح ديالو اليوم تأكد بالملموس أن جميع الأجوبة التي قمت بها صحيحة 100%، 100% صحنت صحيح. دونك انا غادي نخليكم لا كوريكسيون لي كاينين في الوراق. يا الله بون شونس، والله يسمعكم اخبار الخير. انا ماني نكا تاني ميرسا طاس. ما تنساوش انكم تبارطاجيو، ولا عندكم شي حاجه تزيدوها تكومونتي ولا تعلقوا ولا تقولوا اي حاجه. يلا في افق اننا غادي نشوفوا دي زوتر كوريكسيون ديال العربيه، ديال التاريخ، ديال التربيه الاسلاميه، وان شاء الله الا كان الوقت غادي ندير واحد الموتيفاسيون بور لي باشولي، وواحد الرساله غادي نوجهها للاباء ان شاء الله. يلا نخليكم مع لا كوريكسيون ان شاء الله. هوب. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يعني بعد ما شفنا لا كوريكسيون انصومبل ديال الامتحان الجهوي ديال الفرنسيه هاد النهار هذا، درنا تصحيح اي فوالا. ها الاجوبه كما تتشوفوا، يعني داكشي اللي قلت في الفيديو الاول هو اللي كاين. فوالا الاجوبه ديال 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 السؤال واحد. هوب السؤال الثاني لي كونداني او سيون بون بو. فوالا انا غادي نخليكم على الاجوبه. السؤال الثالث فوالا، باسكو لي كونداني لا ديرونجي، وقال لك هنا اكسبتي توت reformulation équivalente à cette réponse. Donc, هنا إلا جاوبت واحد الجواب قريب لهذا سميتو علاش لاغينيي هربات، لأن باسكو لو كوندوني لا ديرونجي. فوالا عطيتيني هاد سميتو، المهم إلا قربت الجواب راه مزيان. أربعة فوالا، خمسة لا بلاص دو غيف، ستة فوالا، سبعة فوالا، تمنية فوالا. شي اللي قلت لكم لا ميم شوز. هنا قال لك اكسبتي توت توت تخمو سو امبورطون ميم شون اوكسي شون ليكسيكال. فوالا لا كيسيون اف ادميتر توت اكسبليكاسيون، يعني هي تكتب مزيان كما قلت لكم، هي تكتب مزيان وتقول شي حاجه مزيانه. فوالا راه عندك لا نوت ديالك. فوالا 10، انا نشوف السؤال 9 10 10 لي ريبونس بار وي او بار نو او توت ريبونس نيونسي. الا قلتي غير وي ولا نو كيعطيوك 0.25 ولا لا جوستيفيكاسيون. فوالا 0.75. وكما قلت لكم على لا برودكسيون كريت، فوالا ها لي كريتير، ها هاد التنقيط ديالها وكلشي ديالها. فوالا ايوا، اتمنى لكم التوفيق.